السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ بنت العمدة. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نحذف جزء من مقطع الفيديو على قناتنا على اليوتيوب من غير ما نحذف الفيديو، وبالتالي ما نخسرش عدد المشاهدات. الأول قبل ما أبدأ أشرح الكلام ده، أنا حابة أقول معلومة ناس كتير سألتني عليها، وهي إزاي أفتح صفحة اليوتيوب من الموبايل وكأنها مفتوحة من الكمبيوتر أو من اللابتوب. طبعا كلنا عارفين شكل صفحة اليوتيوب من الموبايل بتكون عاملة إزاي، مختلفة تماما عن ما بتكون مفتوحة من الكمبيوتر او اللابتوب. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، عندنا جوجل كروم اللي هو موجود في النص من فوق، انا بضغط عليه. دي صفحة جوجل متعارف عليها لو انا عايزة اعمل بحث عن حاجة، بس انا هنا بروح في مكان البحث وبشيل كلمة يعني جوجل دي، وببدأ اكتب كلمة يوتيوب. انا هكتب الكلمة معاكم لحد الاخر، تمام؟ وبعد كده بعمل بحث. ظهرت قدامنا زي ما انتوا شايفين صفحة اليوتيوب، زي تمام ما ايه زي ما بتكون مفتوحة من الموبايل. طيب نعمل ايه؟ شايفين الثلاث نقط دول من فوق، اللي من فوق مش اللي من تحت، انا بضغط عليهم. وشايفين كلمة ديسكتوب سايت قدامها مربع، انا بروح قدام المربع ده وبضغط عليه فبيظهر علامة صح، وعلى طول بيتغير شكل صفحة اليوتيوب من الشكل ده للشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي، وهو ده الشكل اللي انا لما بفتح صفحة اليوتيوب بتاعتي من الكمبيوتر او من اللابتوب بيظهر الشكل ده، وبيبقى فيها كل الاوبشن، تمام؟ وبقدر كأني عادي بشتغل عليها كأني ايه شغالة من الكمبيوتر او من اللابتوب. اتمنى تكون المعلومة دي وصلت لكل الناس اللي سألتني عنها. تاني، ازاي احذف مقطع من الفيديو من غير ما احذف الفيديو؟ انا بروح للفيديو اللي انا عايز احذف مقطع منه، وبختار edit video، مجرد ما بختار edit video بتظهر عندنا الصفحة اللي قدامكم دي. انا من الصفحة دي بروح لكلمة editor، عندنا هنا details analytics، انا بختار كلمة editor. اول ما نختار كلمة editor بتظهر عندنا الصفحة دي فيها الفيديو بالشكل ده، وعندنا مقاطع الفيديو ظاهرة تحت قدامنا، وعندنا كلمة trim اللي هي قص، انا بضغط على كلمة trim. بمجرد ما بنضغط على كلمة trim بيظهر عندنا المستطيل الازرق ده اللي هو فيه كلمة split و cancel و preview. بشوف ايه المقطع اللي انا عايزة احذفه من الفيديو، انا بروح للثانية هنا. لو احنا عايزين نكبر بنروح للجزء ده، يبين انا هنا ايه بوضح اكتر، بكبر اكتر، تمام؟ انا هحذف من الثانية اللي هي 6. اول ما حددت الوقت البداية بروح اضغط كلمة split، بعد كده باخد الجزء ده اللي هو الابيض ده اللي ظهر قدامكم، المؤشر الابيض ده، وبمشي بيه لحد الجزء اللي انا عايزه احذفه. تمام، انا عايزه احذف لحد الجزء ده، عايزه اتحرك براحتي بتحرك وبروح وباجي عادي، مفيش اي مشكله. لو انا عايزه الغي الجزء ده، مش عايزه خلاص احذفه، بضغط على علامه اكس دي اللي ظاهره قدامكم دي من فوق. طيب نفترض انا عندي اكتر من مقطع، لا هو مش مقطع واحد، طب نعمل ايه؟ سهله جدا برضو، خلاص انا حددت المقطع ده، بشوف ايه المقطع التاني اللي انا عايزة احذفه، وبروح من عنده واضغط، واضغط برضو كلمة split، وباخد المؤشر الابيض ده وبروح لنهاية الجزء اللي انا عايزة احذفه. فبقى عندي كده ايه مقطعين خلاص محذوفين من الفيديو. عايزة اتأكد، بروح هنا اشغل الفيديو. لاحظوا معايا المؤشر الابيض ده مش بيعدي في الجزء اللي انا حذفته خلاص، لان الجزء ده بالنسبة له محذوف. تأكدوا معايا،
كده تمام، كده اتأكدت ان المقطعين دول اتحذفوا من الفيديو. خلاص عايزة أكد اختياري ده، بروح أضغط على كلمة بريفيو هنا تحت. أول ما بضغط عليها بتتفعل معايا كلمة سيف، خلاص أنا متأكدة إن أنا خلاص هحذف المقطعين دول. بروح أضغط كلمة سيف أمي وبأكد بسيف تاني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسلوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتضغطوا لايك للفيديو. وإن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله، وانتظروا مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.